حياكم الله من جديد. صدرت مؤخرا الموافقة على اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، والتي شملت القطاع الزراعي والثروة الحيوانية والثروة المائية الحية، إضافة إلى إصدار التراخيص والتصاريح وإصدار الموافقات والشهادات، وكذلك تنظيم التسويق الزراعي وغيرها. كما تضمنت اللائحة تطبيق أحكام بطاقة المنتج. العديد من الأسئلة حول لائحة الزراعة الجديدة نتحدث فيها مع الدكتور علي الدويرج، مدير الصحة والرقابة البيطرية بوزارة البيئة والمياه والزراعة، والذي ينضم معنا عبر سكايب. حياك الله معنا دكتور علي. الله يحييك ويحيي السيدات والسادة المشاهدين، حياكم الله. الله يحييك دكتور علي. على ماذا اشتملت اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة في المملكة؟ هناك العديد يعني من التفسيرات حقيقة لهذه اللائحة. نود فقط أن نقف على أبرز يمكن النقاط اللي وردت في هذه اللائحة. تفضل. أول شيء أشكركم على الاستضافة. هي اللائحة تعتبر تفسير لنظام الزراعة، واشتملت على العديد من الأحكام اللي فسرت ما ورد في نظام الزراعة اللي صدر عام 1442، بحيث تطرقت إلى أحكام متنوعة يعني لتنظيم ثروات القطاع الزراعي، اللي هي الثروة النباتية والثروة المائية الحية والثروة الحيوانية. تقريبا اشتملت على جميع ما يتعلق بهذه الثروات، من المزرعة وصولا إلى الأسواق أو إلى المسالخ وانتهاء بمنافذ البيع. بشكل عام هذه اللائحة تعتبر نقلة نوعية كبيرة تشريعية في مجال القطاع الزراعي، تواكب التطور الكبير اللي حصل في القطاع الزراعي في السنوات الأخيرة، وأيضا يعني إن شاء الله بإذن الله نأمل أنها تحافظ على استدامتها في الفترة القادمة. طيب ليش ذكرت أنه هذه اللائحة تعتبر نقلة؟ يعني وش النقاط اللي تعتقدون أنها ذات قيمة عالية اليوم موجودة في اللائحة ولم تكن موجودة في اللائحة القديمة؟ طبعا الأنظمة أو اللوائح السابقة كانت مشتتة ولم يتم تحديثها من فترة طويلة. التحديث الأخير اشتمل على آخر يعني أطر، آخر ما توصلت للأطر التشريعية والنظامية في العالم، يعني وتضمنت أحكام فريدة من نوعها ربما تم تداولها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة السابقة. ولكن يعني هذه اللائحة تضمنت العديد من الأحكام، بحيث أنها تضمن في النهاية أن القطاع الزراعي يعمل بطريقة كفؤة ومسؤولة ومستدامة، وأيضا المنتج اللي يصلنا في السوبر ماركت وصلنا في اللي هو المطاعم وكذا فعلا تم إنتاجه بطريقة مسؤولة ويعني ورشيدة وآمن وصالح للاستهلاك الآدمي. هناك العديد من اللي هو مثلا الأحكام اللي كانت متعلقة باللحوم، مثلا كانت ضمن اللائحة التنفيذية للحوم كانت وزارة الشؤون البلدية والقروية يعني عمل كبير بذل بها في السابق، قمنا بتحديثها وإضافة أحكام لها يعني تأكد من أنها فعلا تفي بالمتطلبات اللازمة لجودة المنتجات الزراعية وما فيها اللحوم. طبعا احنا تكلمنا عن الثروة النباتية، يمكن الثروة المائية وكذلك الثروة الحيوانية، وخليني أسألك عن الثروة الحيوانية تحديدا، واللي ورد فيها واللي ورد في اللائحة فيما يتعلق بهذه الثروة الحيوانية. وش الأحكام الجديدة اللي اصدرت باللائحة تجاه الثروة الحيوانية؟ هل فيه اليوم تنظيمات جديدة فيما يتعلق بالتعامل مع هذه الحيوانات جلك الله وجل السامعين؟ كذلك هل في عقوبات اليوم منصوص عليها تجاه الثروة الحيوانية؟ هل في نوع معين من الحيوانات عندكم عليه محاذير أو زيادة حرص، أو خلينا نقول محاذير جديدة في هذه اللائحة؟ نعم طبعا ركزت يعني هذه اللائحة، خلينا نقول على مثلا ما دام تطرقت تحديدا الى الـ يعني الضوابط امتلاك الحيوانات بشكل عام. طبعا الثروة الحيوانية تشمل جميع انواع الحيوانات الأليفة والمستأنسة والمدجنة اللي تم تدجينها، وهذا يعني تقريبا اكبر او تفسير للثروة الحيوانية ورد في الأنظمة. تطرق هذا النظام لأحكام مثلا المنشآت البيطرية، إيش لك وإيش عليك في المنشآت البيطرية، كيف يعني تحصل على حقوقك من المنشآت البيطرية إذا كنت مستفيد من تلك المنشآت البيطرية. أيضا
ماذا يجب على الطبيب البيطري او الممارس البيطري يعني مراعاته عند يعني علاج الحيوانات، سواء من ناحيه الرفق بالحيوان او من ناحيه جوده المنتجات الحيوانيه اللي يعني ممكن تنتج من هذه الحيوانات، وايضا الامتلاك المسؤول لهذه الحيوانات بعدم اجهادها، بعدم مثلا ضربها، بعدم مثلا كيها بالنار في الوجه. طبعا وكل هذه يعني الاحكام هي موجوده في ثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا، ولكن الان تم اضافتها كنصوص نظاميه يطلع عليها الجميع، وان شاء الله باذن الله نامل ان يلتزمون بها. قبل فتره كان عندكم يمكن حمله كبيره العام الماضي لترقيم رؤوس الابل، هل هذا الشيء ينطبق ايضا على الحيوانات المدجنه ايضا في المزارع؟ هل في ترقيم لهم؟ هل فيه اليوم نوع من انواع الحيوانات في اكتفاء ذاتي وفر عندنا في السعوديه؟ الحمد لله، يعني عندنا مثلا خلينا نتكلم عن اكتفائنا الذاتي من اللي هو الحيوانات المنتجه للحوم. تقريبا انتاجنا من الدواجن ومنتجاتها يعني او لحوم الدواجن تجاوز 85%، البيض تجاوز 110% من الاكتفاء الذاتي، الالبان ايضا تجاوز الاكتفاء الذاتي اكثر من 100%. هناك يعني ثروات اخرى يعني قاعدين نعمل على يعني تنظيمها بشكل جيد، مثل الخيول، الإبل، ترقيمها وتسجيلها. ما دام تكلمنا عن الترقيم بإذن الله لدى الوزارة مشروع طموح في الفترة القادمة، ووردت في اللائحة أيضا أحكام لتنظيم للترقيم وتسجيل جميع أنواع الثروة الحيوانية الموجودة، الظأن والماعز والإبل والخيل وغيرها، يعني بحيث انه يعني يتم تكوين قاعده بيانات تساهم في تخطيط البرامج الصحيه وبرامج الانتاج، وايضا تضمن باذن الله او تعزز الاستدامه على المدى البعيد. هل راح يكون في اي رسوم اليوم على المزارعين ضمن اللائحه؟ طبعا لم تتكلم اللي هو عن رسوم محدده يعني اللائحه، عدا انه مثلا قد يكون هناك مثلا رسوم على بعض الاشياء، ولكن لم يتم إقرار أي رسوم حتى الآن على بعض الأشياء نباتية حيوانية مائية. طبعا ممكن على مثلا بعض التراخيص يعني للمشاهد للمشاريع الزراعية قد يكون عليها رسوم، ولكن لم يتم إقرارها، وأدعو الجميع طبعا للاطلاع على اللائحة بتفاصيلها، لأني لاحظت في الفترة القادمة الكثير من المعلومات المغلوطة عن اللائحة اللي تم يعني تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي، مثلا على سبيل المثال فرض رسوم على رؤوس الماشية، أو مثلا دخول الأسواق، أو مثلا يعني عدم استخدام الأدوات الحادة مثلا في ذبح الحيوانات، أو مثلا على سبيل المثال يعني عدم الكي إطلاقا، كي الحيوانات. يعني كانت بعض المعلومات مجتزأة، فهي موجودة اللائحة على موقع الوزارة، ممكن الجميع يطلع عليها بتفاصيل. يعني لعلك تفيدنا ونستغل وجودك اليوم الدكتور علي لأن وصحح هذه المعلومة، لأنه فيه انتشر شائع أنه راح يكون في رسوم على كل شجرة اليوم موجودة، في البعض يتحدث عن 6 ريال لشجرة النخيل، وفي بعض يتحدث عن 5 ريال للزيتون و3 ريال للمدري، ففي تقسيمات جديدة سمعناها، هل هذا الكلام دقيق؟ والله انا ادعو الجميع للاطلاع اذا كانوا يبحثون عن المعلومات الدقيقه، متابعه اللي هو تويتر الوزاره على يعني حساب الوزاره في موقع تويتر او حساب الارشاد الزراعي، فيها المعلومات الدقيقه اللي ممكن تفيد الجميع بعيدا عن الشائعات يعني. طيب تكلمت عن الكي وقلت انه اللائحه تمنع الكي بالوجه، وش خلينا نتكلم عن الوسم تحديدا، وسم الابل او الحلال لملاك الحلال، هل هذا ايضا ممنوع الان ولا لا؟ في مناطق معينه في جسم الماشيه يمكن ذلك؟ طبعا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن مثلا عن الكي بالوجه او الوسم بالوجه، وايضا الضرب بالوجه بشكل عام، فاتى حكم ايضا في هذه اللائحه بمنع اللي هو وسم الابل على الوجه تحديدا او اي نوع من انواع الحيوانات، لانه مراعاه يعني التزام بالهدي النبوي الشريف، وايضا من الرفق بالحيوان، لانه يعني يعني من المسيء مثلا ضرب الوجه او مثلا استخدام النار بالوجه لاسباب غير طبيه. لكنه يمكن لاصحاب الابل او الماشيه ان يقومون بوسم الحلال بس باماكن ثانيه. طبعا لها ضوابط معينه يعني يجب الالتزام فيها، لانه يجب ان نكون من الناس مؤهلين بطريقه لا تؤلم الحيوان، وهذا احكام كثيره.
طيب حدثني على اللي هي الجديده، يمكن فيما يتعلق بالتعامل مع الكلاب الضاله جلك الله والسامعين، لانه كثير يمكن سمعنا من القصص، يمكن الدكتور علي تشاركنا بهالراي خلال الفتره الماضيه، هل في اليه عندكم اليوم في الوزاره للتعامل مع الكلاب الضاله؟ طبعا يعني مشكله الكلاب الضاله بشكل عام هي مشكله يعني يجب يعني معالجتها، ولكن طبعا مع الالتزام باللي هو الرفق بالحيوان نعمل مع شركاء وزاره الشؤون البلديه والقرويه وهيئه الصحه العامه على ايجاد اليه يعني باذن الله يعني تحد من هذه الظاهره الكلاب الضاله، وايضا يعني وش لا الاليه دكتور؟ وش الاليه؟ ما زالت حتى الان بين الدراسه بين الجهات هذه، ولكن ان شاء الله باذن الله راح يعلن عنها حال اكتمالها باذن الله. تتوقع انه ابرز يمكن الاليات كيف راح يتعامل، يعني راح تتعاملوا معها بالموت الرحيم، راح يتم اعاده تاهيلها؟ طبعا هذه اتركها ان شاء الله باذن الله لحد اكتمال اللي طيب. هو التعاون المشترك، وباذن الله يعني اوعدكم باذن الله انكم يعني حد او جميع المهتمين في هذا الموضوع سواء يعني المتضررين من هذه الظاهره يعني او انه اللائحه ما عالجت هذا الموضوع؟ سم اللائحه لم تعالج هذا الموضوع، موضوع الكلاب الضاله؟ لم تتطرق له تحديدا، ولكن تطرقت على الأطر العامة للتعامل مع أي نوع من أنواع الثروة الحيوانية وأيضا اللي هو الكلاب وغيرها. أبرز الأساليب يمكن اللي موجودة اليوم في التعامل مع الكلاب الضالة عالميا بالغالب وش تكون؟ طبعا فيها الكثير من الممارسات على مستوى العالم، مثلا زي اللي هو الاخصاب والتعقيم واعاده الاطلاق او اعاده التاهيل او التبني، هناك العديد من الاستراتيجيات والطرق المتبعه عالميا، احنا بنشوف الانسب لنا يعني مجتمعنا، وبحيث ان شاء الله باذن الله يعني نقلل او يعني نحد من هذه الظاهره، ولكن بطريقه يعني تراعي الرفق بالحيوان ولجميع القطاعات الحكوميه تتفق على هذا الاساس. سؤال اخير دكتور علي باختصار لو تكرمت، وزاره البيئه لديها مؤشر اعتقد لجوده الهواء، خليني اسالك وش اكثر واقل منطقه نقيه موجوده لدينا في المملكه؟ احنا وزاره البيئه والمياه والزراعه، فما شاء الله البيئه لها قطاع كبير، ربما ان شاء الله يعني تستضيفون متخصصين في هذا القطاع ويعني يجاوبونكم بدقه عن هذا الموضوع. شكرا جزيلا لك الدكتور علي الدويرج مدير الصحه والرقابه البيطريه بوزاره البيئه والمياه والزراعه. بعد الفاصل لنعوده.